السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، أيضا تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلوماتها. مالينا شير الفيديوهات على اليوتيوب. النهاردة معانا وصفة مميزة وكمان مفيدة، إزاي نعمل زبادي الفانيليا في البيت، وهقول لحضراتكم إن شاء الله سر إزاي نحصل على الزبادي بنفس الطعم اللي احنا بنشتريه من بره. هقول لحضراتكم المكون السري ال يعني محلات الالبان بتستخدم المكون ده في ان هي تحصل على زبادي بجوده عاليه. في معلومه مهمه جدا برضو حابه اقولها لحضراتكم، اي حد يظهر له اي اعلان على الفيديو اثناء المشاهده، الاعلان ده منافي او يخالف الشريعه الاسلاميه، في اعلانات بتظهر بيبقى فيها نساء او بنوك او بورصه الكترونيه، اي حاجه فيها مخالفه يا ريت يقفلها فورا علشان ما يكونش في ميزان سيئاتنا او ميزان سيئات حضراتكم. الوصفه هنعمل ايه بالظبط؟ هي سهله وبسيطه وسريعه ما فيهاش مشكله خالص، بس هي فيها شويه تريكات لازم نعمل حسابنا واحنا بنعملها علشان نحصل على افضل نتيجه. اول حاجه بنجيب معلقه كبيره مليانه من الزبادي اللي انا عايز اعمله، يعني كمان لو حضرتك بتحبي زبادي بنكهه معينه، زبادي مثلا باي نوع، اي نوع من الانواع اللي الشركات بتعملها، حضرتك هتجيبي علبه وهتستخدمي معلقه واحده بس من العلبه دي على كل لتر لبن، على كل لتر لبن هنستخدم معلقه واحده بس. طيب طبعا انا بفضل ان احنا نشتري اللبن اللي هو اللبن من عند اي لبان، اللي هو اللبن اللي مش متبستر اللي احنا بنغليه في البيت، ده افضل كتير جدا من استخدام اللبن المبستر، لانه بيكون اتشال منه معظم المكونات المفيده جدا اللي بتكون في اللبن. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بنجيب بقى الباكت الفانيليا بتاعنا اللي احنا عايزين ننكه بيه الزبادي بتاعنا. طبعا انتوا عارفين ان في السوق بيتباع فعليا زبادي بالفانيليا، تمام. بنعمل ايه؟ بننزل بقى بنحط معلقه على بنحط باكت الفانيليا على معلقه الزبادي الكبيره اللي احنا معلقه كبيره يعني مليانه كويس قوي، وبنحط بقى المكون السري اللي قلت لحضراتكم عليه في الاول الفيديو، اللي هو عباره عن معلقه سكر صغيره مليانه، معلقه سكر صغيره مليانه. السكر هنا يا جماعه بيديني كذا فايده. اول فايده بيديهالي ان هو بيحافظ على طعم الزبادي وبيخليه طعمه كريمي، يبقى عفوا بيكون قوامه كريمي وطعمه من اول الكوبايه لاخرها طعم واحد، يعني مش بقى فوق طعمه حلو ومن تحت طعمه مزز او فوق ناعم وتحت عامل حبيبات كده، لا بيبقى من اول الكوبايه لاخرها القوام بتاعه كريمي، وبيكون من اول كوبايه لاخرها الطعم بتاعه لذيذ جدا، وطعمه بيبقى شبه بالظبط الى حد كبير جدا نفس العبوه اللي حضرتك شارياها من بره وعملتي بيها الزبادي بتاعك. طبعا احنا الميزه بقى عندنا ان احنا بنستخدم بنعمله بدون اضافه اي ماده حافظه خالص على الزبادي بدون اي منكهات، فبالتالي اضمن واحسن بكتير وارخص بكتير. طبعا هتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل قد ايه بكيلو لبن، هنعمل قد ايه كوبايات زبادي، ولو احنا بقى حسبنا كوباية الزبادي الواحدة بكام هتشوفوا التكلفة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. بعد كده انا بقلب، اهم حاجة بقى هنا يا جماعة ما ننزلش اللبن على طول، اهم حاجة اللي انا او الحليب زي ما بعض الدول العربية بتقول، بقلب كويس قوي 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 المكونات مع بعضيها، لازم هنا يعني المكونات كلها تدخل كويس قوي 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 مع بعضيها قبل ما ابتدي اضيف اللبن. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بحضر معايا كوبايات الازاز، ويفضل ان الكوبايه بتاعتي ازاز عشان لما تتعرض لمصدر الحراره اللي انا هحطه علشان الزبادي يتكون ما يكونش فيه تفاعل ما بين البلاستيك وما بين اللبن الزبادي وهو بيتعمل، خصوصا ان هو بيفضل فتره من الزمن يعني كذا ساعه على ما الزبادي بيتكون معانا. بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب بقى اللبن بتاعنا، بنشيل يفضل ان هو احنا نكون مبيتينه ليله كامله في الثلاجه علشان نحصل على القشطه بتاعته، علشان احنا اتفقنا ان احنا بنعمل من القشطه دي سمنه بلدي، والفيديو موجود هيظهر لكم اثناء مشاهده الفيديو هيظهر لكم كفيديو مقترح تشاهدوه. بعد كده بناخد اللبن ده وبنحطه على النار ندفيه،
وهنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، محدش يسيب ينسى اللبن ويسيبه لحد ما درجة حرارته تعلى أكتر من عملية الدفى. عايزين بس ندفيه، نتخلص من حرارة التلاجة وندفيه حاجة بسيطة، يبقى زي الماء الفاتر كده، ونستخدمه وهو في درجة الحرارة دي، لأن الماء الزبادي اللي بيحتاج دفى علشان يتكون أو يبتدي البكتيريا بتاعته تتكون وتشتغل وتكون معايا الزبادي. فبرودة اللبن بيدي نتيجة مش كويسة لو أنا استخدمت اللبن وهو طالع من التلاجة بشكل مباشر، لا الزبادي مش هيطلع معايا كويس وهتبقى نتيجته مش كويسة. ولو أنا سبت اللبن يسخن معايا أكتر من إن هو يبقى فاتر، اللي برضه ده هيساهم إن هو يموت لي البكتيريا الموجودة في الزبادي، وبالتالي مش هيكون برضه الزبادي بشكل كويس وهيبقى طعمه مش ظريف. فاحنا نوصل لدرجة الحرارة الدافية اللي احنا طالبينها إن هي تحفز لي البكتيريا إن هي تشتغل وتكون الزبادي بتاعي. بعد كده ابتدي ان انا انزله على الخليط، وابتدي ان انا اقلب حلو قوي كويس جدا بالمعلقه، بحيث ان انا اتاكد ان كل العناصر يعني اتخلطت خلط تام مع بعضها، وبشكل يعني في عدل، ان كل جزء من اللبن اخذ من الزبادي ومن السكر ومن الفانيليا اللي انا اضفتهم. بعد كده بقى بعمل ايه؟ بقوم موزعه ال او موزعه الزبادي بتاعي في الكوبايات بتاعتي. طبعا دي كوبايات، الكوبايه 200 مللي، فانا طبعا زي ما شايفينها ناقص حاجه بسيطه، كل كوبايه تقريبا فيها ما يقرب ال 120 يعني جرام من الزبادي. فطبعا يعني عايز اقول لكم ان الكوبايه اللي احنا مشتريها من اللي بيبقى هتاخد فيها 60 70 جرام، فتعتبر الكوبايه اللي حضراتكم عاملينها دي عباره عن ضعف الكوبايه اللي انتوا بتشتروها. بقى شوفوا الكوبايه دي دلوقتي وصلت لكام، فطبعا انتوا كده يعني يمكن كمية الزبادي اللي انتوا عاملينها دي تجاوزت ال20 جنيه، وانتوا عاملينها بتمن كيلو لبن واحد وبتمن علبة زبادي واحدة. وكمان في حاجة عايزة اقولها لحضراتكم، انتوا بعد كده لو انتوا عملتوا الوصفة زي ما قلتها لحضراتكم، هتقدري تعملي من الزبادي بتاعك 5 6 مرات كمان بدون ما تشتري علبة زبادي من بره، لان انا قلتلك ان معلقة السكر دي هتحافظ على الزبادي بتاعك فترة طويلة من الزمن، تقدري تستخدميه وتعملي منه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بنفس، وتطلع النتيجة كويسة جدا مفيهاش اي مشكلة، وكل مرة تتبعي نفس الطريقة. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ كان برضو فيديو من فيديوهات القناة قدمنا لحضراتكم ازاي نعمل ماكينة زبادي ب10 جنيه، ان شاء الله هنسيب لحضراتكم الفيديو في نهاية الفيديو. ولو ما سبناهوش هتلاقوه على القناة. هنا انا جبت حتة خشبة وجبت دويل وجبت لمبة 40 واط، مش موفرة ولا ليد، لمبة عادية بس قدرتها يعني الوات بتاعها 40 واط، وثبتها ووصلتها بسلك. طبعا مش انا اللي عملت الموضوع ده، يعني اي حد بقى من زوج حضرتك او اخوكي او اي حد يقدر يعمله. لو حضرتك تقدري تعمليه طبعا تقدري تعمليه مفيش مشكلة فيه. وبنجيب سلك وبنوصله في فيشة وبتحط فيه بنحطه في الفيشة الكهرباء. ده هنا فرن، انا حطيت الكوبايات حواليه، ده فرن ده مطفي يا جماعه، انا استخدمت الفرن مش عشان هو كفرن انا هستخدم حرارته، لا انا استخدمته علشان هو يبقى مكان مغلق ويبقى ايه يحافظ على الدفى اللي هتكونه اللمبه. طب انا ما عنديش فرن هعمل ايه؟ في حله كبيره كده اهو، احط الكوبايات واحط اللمبه بتاعتي واغطي الحله في كرتونه، في اي شيء ممكن، في علبه بلاستيك من علب بتاعه المطبخ اللي احنا بنستخدمها في تخزين الاشياء، في اي شيء عند حضرتك تقدري تقفليه على اللمبه وعلى ال الكوبايات استخدميه. طبعا لو هتستخدمي علبه بلاستيك لازم تراعي ان طبعا ما ينفعش، لازم تبقى علبه كبيره يعني وليها ارتفاع عالي علشان البلاستيك ما يتاثرش بحراره اللمبه، يعني برضو عشان تبقى ايه نبقى احنا مقدمين لحضرتك ممكن في فرن البوتاجاز، بس هنقرب بقى الكوبايات من اللمبه بتاعتنا ونسيبه لحد ما يجمد. يعني اجي امسك الكوبايه كده اهزها هز خفيف الاقي اتحول عندي لماده صلبه، يعني تقريبا الزبادي ما بيتحركش خالص معايا، يعني ماده صلبه بنسبه 95%، ملهاش وقت محدد، ما اقدرش اقول لحضرتك سيبيها 3 ساعات ولا 4 ساعات ولا 5 ساعات، لان ده بيختلف من حرارة الصيف للشتاء للربيع. في الشتاء طبعا بياخد وقت طويل، ممكن ياخد من 5 6 ساعات علشان او 7 ساعات كمان علشان يتكون الزبادي معايا. في الصيف ممكن 2 ونص 3 بكتير تلاقي الزبادي خلص، في الربيع بتبقى 4 5 ساعات، فعلى حسب درجة حرارة وعلى حسب برضو الدولة اللي حضرتك فيها، يعني لو انت في مصر غير لو انت في اي دولة من دول الخليج غير لو انت في اي مكان تاني، على حسب درجة الحرارة ليها عامل كبير في التأثير على الوقت اللي بيحتاجه الزبادي علشان يخلص.
بمجرد ما بيخلص بحضرتك بتاخديه بتدخليه في التلاجة، وبعد كده بيكون جاهز للاستخدام وبألف هنا. طبعا في ميزة محايحة، في معلومة طبية أنا كنت الحقيقة قريتها عن الزبادي، إن في بعض الأطباء بيعتبروا إن الزبادي من أكتر المكونات الموجودة على الأرض احتواء على الكالسيوم من ناحية التركيز. يعني هو بيقولك إن هو بيحتوي على أعلى نسبة ممكنة من تركيز عنصر الكالسيوم بالمقارنة بأي مادة موجودة ربنا سبحانه وتعالى خلقها، فهو هايل جدا طبعا من ناحية الكالسيوم اللي احنا محتاجينه لأنفسنا ومحتاجينه لأولادنا، هايل جدا من ناحية استخداماته بقى، من ناحية فبيستخدم في الطبخ في وصفات كتير قوي، في التتبيل بتاع اللحوم وبتاع الفراخ، بيستخدم في الماسكات للبشرة، استخداماته الحقيقة كتير قوي. فهو مادة سبحان الله مميزة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وأصبحنا إن احنا نقدر نعمله في بيتنا من غير ما نكلف نفسينا التكلفة الجامدة جدا بتاعة الزبادي اللي احنا بنشتريه من بره. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لنا لايك ليها وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناة. بعد ما تدوسوا سبسكرايب دوسوا على الجرس الموجود أسفل شاشة الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. هنسيب لحضراتكم رابط صفحتنا على الفيسبوك في التعليقات أسفل شاشة الفيديو، ولو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار سيب استفساره أو تعليقه أسفل شاشة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.